مأرب المحافظة المثقلة بواقع الحرب وضغط النزوح، تبتسم بكل من فيها معلنة الأفراح خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وفي أماكن مفتوحة كهذه يلتقي الجميع نازحين ومضيفين لمصافحة بعضهم والتقاط الصور التذكارية في مشاهد فرح مكتملة لم تعكرها الأجواء المحيطة. هنا نحتفل بعيد الأضحى المبارك، وأيضا فرسان الأشاوس يحتفلون في متارس العز والبطولة. فرحتنا مكتملة وأمورنا تمشي، ونأخذ فرحة العيد ونجعل لها يعني محتواها حتى في الأماكن البسيطة مثل هذا. خرجنا نتمشى في جولة شعلة، أتمنى أنهم يفتحوا الحديقة الكبيرة ويوسعوا الحدائق ويفتحوا جولة الدبابة يكملوها. متنفسات محدودة في مفترقات الطرق وعلى جنباتها في المساحات الخضر لأكثر من مليوني نازح، هي ملاذ الأسر الباحثة عن فرحة العيد في الأماكن العامة والتي ترتسم على وجوه الأطفال والكبار. العيد هي فرحة، مش كل شيء الظروف، كل شيء الحرب، الحرب جه والفرحة بجه، وسعادة الناس حاجة أكبر من ماذا يصفوها شوية ميليشيات أو عناصر خارجة عن النظام والقانون. هذا هو، وهذه الفرحة اللي تشوفوها على الناس كلهم. تحويلة سد مأرب تتحول خلال أيام العيد إلى متنفس مفتوح تضطر العائلات للتنزه فيها مع مخاطر الغرق التي تتهدد أطفالهم. ناشد السلطة المحلية أن تقوم بإنشاء يعني مكان تمام ومنتزهات وأن يطوروا القناة تمام، وأن يعملوا لحماية زي الناس عشان يعني الناس يخرجوا والعائلة تخرج مطمئنة. يبقى الأمل حاضرا مهما كانت الظروف، وللعيد فرحة تعلن عن نفسها في أبسط الأماكن والإمكانيات. محمود الحميدي، الحدث، مأرب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.